طرحت موضوع مهم جدا. نعم. إذا أنت الآن تطرح موضوع مهم جدا، إذا كانت هذه هي توجهات السيد مقتدى الصدر يضحي بالبيت الشيعي من أجل الفضاء الوطني، تعتقد أن شركاء لا يضحي بالبيت الشيعي؟ لا 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 يضحي بالبيت الشيعي، لا يضحي سيد مقتدى الصدر، لا يضحي بالبيت الشيعي يا أخ نجيب. لولا سيد مقتدى الصدر لا يضحي بالبيت الشيعي. لا أقول لك، أقول لك أخي العزيز نجم، نعم، مقتدى الصدر مو دفاعا عنه، ربما نوازع شخصية، لكن مثل ما يقول لك عصات موسى بالجاموسة، ربما رمية من غير رامي. يعني هذه أنا أشوفها بداية بلورة لرؤية سياسية سوف تهز الشارع العراقي. طيب. وتقول للكيان السني مثل ما الكيان الشيعي صارت بهذه القفزة الديمقراطية، خلوا تصير عندكم انتم غير القفزة الديمقراطية. كذلك التغيير عندما صار عند الأكراد، هذا قفزة، قفزة نحو الديمقراطية. يعني لاحظ نجم، دكتور نجم، نعم، أوضح لك في الشيء. عندما طرح السيد مقتدى الصدر مشروع حكومة الأغلبية، وعلى ضوء هذا المشروع تفاهم مع الأخوة السنة ومع الكرد في مواجهة الإطار التنسيقي، سوف يسجل التاريخ أنه الشيعة هم أول من وضعوا اللبنة الحقيقية لنظام ديمقراطي سياسي غير محاصصي. هذه سوف تكتب لهم في المستقبل. مقتدى الصدر رجل دين ينتمي إلى الحوزة في تفكيره وفي لباسه وفي تاريخه وفي مزاجه وحتى في أكله وشربه. نعم. هذا الرجل الدين بفعل هذه المواصفات ينبغي أن يلتحق بالإطار التنسيقي بشكل صميمي ويتفق مع الإطار التنسيقي بشكل مصيري. ليش؟ ولكن عندما يخرج، خل أخدمك، عندما يخرج ويطالب بحكومة أغلبية وطنية، يخرج من الكيان الشيعي، يخرج من هذه الخيمة الشيعية بكلها، بقضها وقضيضها، بخيمتها وسفحها ونهرها وجبالها، نعم، ويتصل ويحاول أن يشكل تيار جديد. هذا التيار عابر للقوميات، عابر للطائفيات، عابر للعنصريات، يكون أنه مقتدى الصدر وبشكل خاص والكيان الشيعي والشيعة بشكل عام هم أول من خرقوا نظام المحاصصة وبنوا أو خطوا خطوة جديدة باتجاه عراق جديد يتخطى الانتماءات المذهبية والعنصرية لصالح الوطن. استاذ غالب، هنا سؤال مهم، سؤال جدا مهم المطلوب من الإخوة السنة. خل أكمل لك يا أخي، خل أكمل لك يا أخي. نعم. نعم. المطلوب من الإخوة السنة أن يتجهوا مثل هذا الاتجاه. يعني شوف بعض الكيان السني خلي يتجه هذا الاتجاه. نعم. كيان الكردي خلي يتجه هذا الاتجاه. بالعكس، حتى إذا كان مقتدى الصدر، يعني مدافع عن مقتدى الصدر أو ديك، لا لا أنا أحكي لك كراصد، يعني هاي العملية، هذا الاختلاف الشيعي، هذا الاختلاف الشيعي سوف يتمخض عنه درس لكل الطوائف، لكل المكونات، أن يكون الوطن فوق الجميع. زين. وهذه ليست غريبة على شيعة العراق.